السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللوحة اللي قدامكم ديت دي موجودة في استوديو فيوس الفني. الكمبيوتر هو اللي عمل الصورة ديت، صورة شخصية لإدموند بلامي. دي اتباعت ب432,000 دولار و500 اللوحة ديت. خلاص الذكاء الصناعي بقى يعمل لوح واللوح بتتباع. اللوحة يعني ما شاء الله الناس كتيرة بتقدر الفن اللي بيعمله الذكاء الاصطناعي. الخوارزمية شكلت اللوحة ديت، مسحت كذا صورة قبل كده وبدأت تبني صورة وبدأت تعمل بنفس الطبع لو احنا بنرسم على اللوحة من القماش. فالذكاء الاصطناعي بدأ يمثل مستقبل للفن وعمل اللوحة ديت في ثواني، وقدر يعمل لوحة فعلا تتباع بمبلغ رهيب زي اللي احنا شفناه دلوقتي. ده مين اللي عمله؟ ده الصورة دي استوديو بحثي اسمه بوستيوس، بيديروا 3 أشخاص عندهم 25 سنة: هيوجو كاسل، دوبري بيبر فوتريل، جونسر فيرنر. ده تقنية من الذكاء الاصطناعي اسمها الجي ان، اللي هي الشبكات التوليدية التنافسية. بيدرس نقاط البيانات وبيدرس الصور الشخصية التاريخية ويبدأ يعمل صورة من الصور اللي شافها قبل كده. ودي نفس الطريقة اللي عملتها اي بي ام عشان تبتكر عطور جديدة، بتشوف كل العطور اللي فاتت وتخلي الذكاء الاصطناعي يدرسها واكتر حاجات محبوبة ويبدأ ان هو يكون صورة او ريحة جديدة. فهم غزوا الذكاء الاصطناعي ب15,000 صورة مرسومة في الفترة ديت، وبدأ ان هو يبدأ يدرسها وايه نقط القوة اللي فيها، وبدأ ان هو يرسم ادموند. ادموند ده شخص خيالي، مش شخص حقيقي، مش شخصية تاريخية ولا حاجة. لابس معطف داكن وفي ياقة بيضة، كأن هو أحد نبلاء أوروبا من اللي هو موجود في المتاحف. ف يعني ممكن نبقى نشوف بعض المواقع اللي فعلا بتبيع لوح زي كده، لوح معمولة بالذكاء الاصطناعي. ولو أحد خبير من خبراء الذكاء الاصطناعي وشاف الصورة دي، أعتقد إنها فعلا صورة حقيقية زي ما كانت موجود اللوح زي كده. وبشاهد دي اللوحة الوحيدة اللي اتباعت، في لوح كتيرة اتباعت ب10,000 يورو وحاجات زي كده، يعني أرقام ضخمة جدا رغم إن الذكاء الصناعي هو اللي عملها. والغريب إن البرنامج بتاع الذكاء الصناعي ده أصلا مش مكتوب في بوفيوس، هما جابوه حاجات معمولة أوبن سورس وبدأوا يطوروا فيها وبدأ يعدل تعديلات بسيطة لحد ما هو بدأ يطلع له صور زي كده وبدأوا إن هما يبيعوها. فأقول لكم إيه رأيكم في الفن اللي طالع بالذكاء الاصطناعي، وهل ممكن تشتري لوحة معمولة مثلا بميد جورني أو حاجة زي كده؟